يوم من الاربعاء يوم الاربعاء يوم الاربعاء الماضي والخميس كان في مسابقه برمجه في قصر كان عليها وكان مشاركه فيها مجموعه من طلبه من قصر حتى من خارج القصر كانوا عندنا اليوم كانت المسابقه على مرحلتين مرحله تصفيات ومرحله المرحله النهائيه صحيح قسمنا المشاركين كلهم لمجموعتين وكل مجموعة طلعوا منها مجموعة للنهاية صحيح الغرض من المسابقة هذه إنها تنتشر ثقافة البرمجة هذه أول حاجة وثاني حاجة باش نعرفوا حتى مستوانا احنا وين كبرمجية يعني وين احنا اليوم إن شاء الله بنعمل نتائج وبنكرموا الفايزين بالنسبة لمرحلة التصفيات فهي شاركوا قسمنا الطلبة لمجموعتين كل مجموعة فيها أربع فرق فهي المطلوب من كل فريق ان يحل خمسة اسئلة باهي خمسة اسئلة برمجية خلال نص ساعة اللي يحل عدد اكبر من الاسئلة هو اللي يربح واللي يحلوا نفس عدد الاسئلة اللي يحل اسرع هو اللي يربح باهي بالنسبة للمجموعة الاولى اعطيناهم خمسة اسئلة الترتيب الاول حل ثلاثة اسئلة ونص باهي كيف جبت نص يعني كل سؤال في حالات اختبارية حصل نص الحالات الاختبارية ونص الثانية بالنسبة للمجموعة الثانية كان فيها تنافس شديد هذا من خمسة أسئلة نحلوا كلهم تقريبا في ثلاث دقائق قبل نهاية الوقت في المرحلة النهائية زادوا عدد الأسئلة وزاد الوقت ولو عدد الأسئلة ثمانية أسئلة والوقت كان ساعة طبعا في معلومة ما يعرفوهاش الطلبة المتشاركين إن الأسئلة اللي انحطت في النهائي فهي كانت هي نفس الأسئلة اللي جت في المسابقة العربية سنة 2013 فهي فالنهائي هو كان اختبار لهم شن حيطلع ترتيبهم لو شاركوا في مصر سنة 2013 ما هي بالنسبة للترتيب الأول حل ثلاثة أسئلة من ثمانية خلال ساعة ما هي ولو مشيت مصر حيكون ترتيبها 21 من 83 فريق ولو زاد سؤال ثاني حيكون ترتيب العاشر ما هي المسابقة العربية اللي حصل من 10 الأوائل يوصل للمسابقة العالمية يعني هذا باهي